السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب على طول. شكرا لكل اللي بعت لي، سواء على الخاص او سواء على الجروبس وعلى الصفحة بتاعتي. بيطمن عليا، تسلموا لي يا رب كلكم، يا رب ما اشوفش فيكم شر ابدا، يا رب يديكم الصحة والعافية دايما. ان شاء الله الموضوع بسيط، يعني ان شاء الله شوية ادوية كده وعلاج طبيعي والدنيا تبقى تمام يا رب ان شاء الله. دعواتكم بس ان شاء الله الموضوع يمشي على خير يا رب. كنا بنتكلم اخر مرة على سؤال اللي هو يعني ايه هيرتو، يعني ايه ان هو يكون ايجابي، يعني ايه هو يكون سلبي، ويعني ايه ان هو يبقى بلس تو اللي هو اللي في النص. تمام. الهيرتو ده مجموعة من الريسبتورز اللي بتبقى الريسبتور، يعني مستقبلات بتبقى على الخلية. هم كذا حاجة، يعني من هير 1 وهير 2 وهير 3 وهير 4، بس طبعا اللي عنده كلينيكال سيجنيفيكانس او اللي احنا بنهتم بيه هو الهير 2. الهير 2 ده مستقبل بروتين عادي على الخلية، لما بيجيله حاجة تمسك فيه أو إشارة معينة ليه بيحفز إن الخلية تتكاثر زيادة. فعشان كده هما بيعتبروه من حاجة اسمها أونكوجينز، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في محفزات السرطان عموما. وقلنا إن احنا عندنا حاجة اسمها أونكوجينز، دي اللي هي بتحفز إن تسارع الخلايا أو انتشارها أو تكاثرها، وفي حاجات تانية بتمسك الخلايا وتخليها لو لقيت إن هي مش طبيعية تخليها توقف نمو او تنتحر او تخلي سيل تانية او خلية تانية تيجي تاكلها. المهم ان الهيرتو من الحاجات اللي اتدرس في اخر سنين ولقوا ليها كلينيكال سيجنيفيكانس، اي يعني اهمية طبية كبيرة، ان احنا نقدر لو قفلنا الباسوي ده او قفلنا الطريق ده نقدر نقلل من تكاثر الخلايا او نقلل من نشاط الخلايا السرطانيه. والخلايا السرطانيه ساعات بيبقى عليها الهير 2 ده حاجه اسمها اوفر اكسبريشن، يعني موجود عليها بدرجه كبيره، فبيبقى نشاطها كبير او التحكم في نشاطها في العادي بيبقى صعب. عشان كده اللي عنده الهيرتو ده نسبته كبيرة او نسبته عالية اللي هو احنا بنعتبره ايجابي او اوفر اكسبريسد، ده بيفضل ان احنا نستخدم علاج يقفل الريسبتور ده عشان نتحكم في نمو الخلايا ونتحكم في نشاط الخلايا السرطانية. الريسبتور ده اللي هو الهيرتو بقى ده بيبقى الاستخدام بتاعه اكتر حاجة تم عليها التجارب بيبقى في خلايا سرطان الثدي والمعدة واخيرا القولون، في كمان ابحاث عليه في خلايا تانية، لان هو شبه الاي جي اف ار اللي هو اللي بيبقى موجود في القولون وموجود في اللنج اللي هي الرئة. ولكن طبعا من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها في، يعني هو بيستخدم في الثدي قلنا والمعدة من زمان شوية ودخل في القولون قريب، واهم حاجة هي استخداماته في الثدي والاكثر انتشارا بين الناس عارفة يعني. واحنا بنعرفه الهيرتو عن طريق تحليل اسمه امينو هيستوكيمستري اللي هو الصبغات المناعية اللي هو بلوك الشمع بالبلدي كده. احنا لما بنعمل العينة او بنعمل العملية بيبقى فيه بلوك الشمع، بلوك الشمع ده بنوديه للمعمل الباثولوجي نقول له والله عايزين نعمل اي ار وبي ار وهيرتو وكي اي 67، الحاجات الاربعة دول بيتعملوا على بلوك الشمع. الامينوهيستوكيمستري لما بيتعمل على بلوك الشمع عشان يطلع الهيرتو بيطلع دايما رقم من 4، 0 1 2 3، 0 1 2 3. 0 1 يعتبر نيجاتيف او سلبي، 3 يعتبر ايجابي. تمام. 2، طيب 2 لازم نعمل تحليل مكمل برضو عشان نتأكد ان ده اقرب الى السلبي ولا اقرب الى الايجابي. عشان كده بنعمل تحليل تاني يعني اسمه سيش او فيش، يا اما تحليل اسمه فيش يا اما تحليل اسمه سيش، وده بيطلب مننا لما يكون السكور بلس 2، يعني هو موجب، بس احنا عايزين نعرف اقرب للايجابي ولا اقرب للسلبي، لانه اقرب للايجابي يبقى هيستفيد من العلاج الموجه، اقرب للسلبي يبقى مش هيستفيد من العلاج الموجه. ودي ليها حسبه بقى ونمبر اوف كوبيز، وبيشوف السبب بتبقى عدد الكوبيز بتاعت الهيرتو ده قد ايه، عشان كده بيطلع من الفيش او السيش ده يطلع يقول لنا ده والله ايجابي او سلبي. طيب طلع سلبي
يبقى احنا كده مش محتاجين العلاج الموجه اللي هو اللي هيقفل طريق او الباسوي بتاع الهير تو ده، اللي هو زي الهيرسبتين، زي البرجيتا، زي التايكيرب، زي اسمه ايه ده، البرجيتا والتايكيرب والهيرسبتين والكاتسايلا، وفي دواء اللي طالع جديد ده اللي هو الابو ده، برضو دواء طالع جديد لسه طالع من كام يوم يعني، وليه استخدامات كتيرة فيه زي ما قلنا الثدي والقولون والمعدة. طيب لو طلع ايجابي، لو طلع ايجابي يبقى احنا المريض ده هيستفيد لو انا قفلت الباس واي بتاع الهيرتو، لان هو عنده الخلايا بتاعته عليها مستقبلات الهيرتو دي بدرجة كبيرة، فنشاط الخلايا السرطانية متأثر بان الباس واي ده او الطريق ده يكون شغال، فالمريض ده هيستفيد لو انا قفلت الطريق ده. طبعا احنا لقينا ان في موضوع اللي هو العلاج التحفظي، اكتر حاجة يستفيد منها المريضة ان انا اديها سنة من العلاج الموجه اللي هو الهيرسبتين، عشان اقفل الطريق ده وهي تستفيد كده منه اقصى استفادة. وزي ما احنا عارفين بيبدأ، ما ينفعش ادي الهيرسبتين مع الدواء الاحمر، بديه مع التاكسوتير او التاكسو لما يجي يبدأ. طب الهيرسبتين اصلا ممكن يتاخد مع من غير دواء احمر؟ اه ساعات بيدي الهرسبتين من غير دواء الاحمر، بيدي تاكس الهرسبتين بس في حالات معينه اللي هي الحالات تكون مبكره، حجم الورم صغير، ممكن الغدد قليله او مفيش غدد، ويكون بدي التاكسول او تاكسوتير مع الهرسبتين وخلاص. طيب في ناس بتاخد تاكسول، بتاخد هرسبتين قصدي نيو ادجفنت قبل الجراحه، ممكن اخد هرسبتين وبرجيتا قبل الجراحه، ممكن اخدهم قبل الجراحه وبعد الجراحه، ممكن اخد كاتسايلا بعد الجراحه، ممكن. الحاجات دي كتير قوي، استخداماتهم مختلفة ما بينهم وما بين بعض على اختلاف المريض وعلى اختلاف ظروفه ايه، وعلى اختلاف خد كيماوي قبل العملية وموجه قبل العملية ولا بعد العملية، ولو خد موجه قبل العملية وصل للسي ار او وصل لتمام الشفاء بعد العملية ولا لا. حاجات كتير وادوات كتير في ايد الدكتور، هو بيستخدمها على حسب الجايد لاينز لما بتختلف كل حالة مريض من التاني. لكن انا عشان اقفل الهيرتو عندي أسلحة زي الريسبتين والبرجيتا والكاتسايلا والتايكيرب، دول أربع أسلحة معايا. التايكيرب ما بيستخدمش في العلاج التحفظي، بيستخدم في المرحلة الرابعة، وطبعا كلهم بيستخدموا في المرحلة الرابعة، ولكن اللي بيستخدم في العلاج التحفظي هو لغاية دلوقتي هو الريسبتين والبرجيتا وأحيانا الكاتسايلا اللي هو اسمه برضو تي دي ام 1. الدواء الجديد اللي لسه داخل اللي نازل انا مش فاكر اسمه التجاري ايه الصراحه، بس ده بيستخدم في الميتاستاتيك او برضو المرحله الرابعه، لسه ملوش استخدامات في العلاج التحفظي. يبقى عشان نلم اللي احنا قلناه ده كله، الهيرتو ده بروتين ريسبتور يعني مستقبل على الخلايا، لو موجود بكثره على الخلايا السرطانيه ده بيحفز الخلايا السرطانيه اكتر ويخلي قدرتها على الانتشار اعلى. عشان كده لو هو ايجابي لازم استخدم علاج عشان يوقف الباسوي ده او الطريق ده، ان انا استخدم علاج من العلاجات الموجهه. اما لو مش موجود او سلبي يبقى المريض مش هيستفيد ان انا اقفل الطريق ده بحاجه، وساعتها اسمه سلبي. لو هو بلس 2 اللي هو اللي في النص، لازم اعمل تحليل تاني على الصبغات المناعيه على بلوك الشمع، لازم غير الصبغات المناعيه على بلوك الشمع عشان اعرف ده اقرب للايجابي ولا اقرب للسلبي. التحليل ده اسمه فيش او سيش، اللي هيطلع لي من الاخر الهيرتو ده ايجابي اخد علاج ولا سلبي ما اخدش علاج. يا رب نكون فهمنا الموضوع، واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة، موضوعنا هنتكلم على الهيرتو. الهيرتو من الحاجات الماركرز او الريسبتورز او مستقبلات اللي بتبقى موجودة على سطح الخلايا، موجودة الناس طبعا فاكرة ان هي موجودة بس في سرطان الثدي، ولكن لا، هو سرطان الثدي هو الاشهر، ولكن الهيرتو السيجنال دي او الريسبتور ده موجود في اكتر من في اكتر من ورم، في موجود في طبعا مشهور في اورام المعدة، موجود في اورام الجهاز الهضمي عموما، وكمان دلوقتي بقى يطلب في اورام القولون والمستقيم ان هو يتعمل، عشان برضو لو هو ايجابي بيبقى ليه علاج معين. وطبعا اشهر حاجتين هو اورام الثدي واورام المعدة.
طيب احنا كلنا عارفين ان الهير 2 ده اللي هو من احنا دايما بنسأل بنتكلم ان هو من الصبغات المناعية اللي دايما بنطلب منها بلوكات الشمع عشان نعمل الاي ار والبي ار والهير 2 والكي اي 6 7 ده في اورام الثدي عشان المستقبلات الهرمونية. والهير 2 اللي هو دايما الناس عارفين ان هو لو طلع ايجابي هناخد علاج موجه، طلع سلبي خلاص مش هناخد علاج موجه. طيب الهير 2 لما بيطلع ايجابي احنا قلنا دايما ان السكورنج سيستم بتاع الهير 2 او الهير 2 بيطلع في التحليل يا اما رقم من 4 يا 0 يا 1 يا 2 يا 3، 0 1 2 3. كلنا واخدين على ان 0 و1 كان سلبي، 2 ايكويفوكال اللي هو ما بين الايجابي والسلبي، و3 ده ايجابي خلاص وهناخد العلاج الموجه ايا كانت بقى مرحله الورم، هل هو علاج وقائي فانا هاخد الهيرسبتين او البرجيتا، او مثلا لو انا كنت خدت علاج قبل كده هاخد الكاتسايلا اللي هو تي دي ام 1، ولا هاخد علاج ايه. ده كله طبعا على حسب الحاله بتاعتي هاخد ايه، وفي ناس تاخد علاج قبل الكيماوي وناس تاخد علاج بعد الكيماوي، يعني على حسب الحاله على حسب توظيف العلاج. ولكن انا كده كده لو انا هيرتو ايجابي يعني كان سكور 3 فانا هستفيد من العلاج الموجه، اما لو كان سكور 0 او 1 فده يعتبر سلبي وانا مش هستفيد من العلاج الموجه بايا كان اشكاله بقى. اما سواء كان المرض العلاج بيتاخد كوقايه او بيتاخد ما قبل العمليه او بيتاخد في حالات المرحله الرابعه. اما اخر حاجه فاللي هو كان سكور 2 اللي هو رقم 2، فكنا بنعمل تحليل تاكيدي حاجه اسمها فيش او سيش، ده تحليل تاني بيتعمل عشان اعرف الهير 2 ده اقرب الى الايجابيه ام اقرب الى السلبيه. لو هو اقرب الى الايجابي هعامله معامله سكور 3، اما لو هو اقرب الى السلبي فانا هعامله معامله سكور 2 الى سكور 1 و0 اللي هو سلبي ومش هدي علاج موجه. زي ما قلنا العلاجات الموجهه انواعها اللي هي بتارجت الهير 2 كتيره، اقدمهم طبعا واشهرهم هو الهيرسبتين اللي هو التراستيزوماب، وبعد كده ظهر البرجيت اللي هو البرتيزوماب، وبعد كده ظهر برضو الكاتسايلا اللي هو تراستيزوماب عليه ماده تانيه عليه علاج كيماوي، ومن زمان برضو في التايكيرب اللي هو اللاباتينب. واللاباتينب اللي ما يعرفوش ده اللي هو الاقراص اللي هو التايكيرب اللي بيستخدم مش بيستخدم في العلاج الوقائي، ولكن غالبا ما بنستخدمه في مراحل المرحله الرابعه من اورام الثدي. ساعات كتير بنستخدم معاه الزيلودا لو المريضه عايزه تاخد اقراص بس ومش عايزه تاخد علاج كيماوي وريدي. بعد كده بقى في علاج جديد ظهر اللي هو الهيرتيوب ده اللي هو الفام تراستيزوماب، اسمه طويل قوي كده اسمه 4 أو 5 مقاطع، هو برضو من اخوات الهيرسبتين اللي هو التراستيزوماب بس في شويه تعديلات كده شويه مواد عليه. ده ظهر برضو بدأ يظهر كده من حوالي 2 سنين وبدأت التجارب بتاعته تطلع النتائج بتاعتها، وبدأ يستخدم في علاجات الثدي وعلاجات المعدة بالذات، بدأ يخش في النوعين دول للناس اللي عندهم الهيرتو موجب. الجديد بقى اللي احنا جايين نقوله النهارده اللي هو الهيرتو لما بيطلع سكور 1 او سكور 2 اقرب الى السلبية لما اعمله فيش وما يطلعش ناحية السكور 3. ده عملوا لهم جروب من البيشنتس جديده، جروب من العيانين، لقوا دول في يقعوا في جروب لوحدهم اسمه لو هيرتو اللي هو ناس عندهم هيرتو ريسبتورز بس قليله، يعني عدد الريسبتورز دي قليله، فكنا زمان بنعتبرهم سلبي وان هم مش هيستفيدوا من العلاج الموجه. ولكن التجربه السريريه او الاكلينيكيه اللي اتعملت على المجموعه دي من العيانين لان هم برضو بيمثلوا برضو فئة مش قليلة خاصة في الناس اللي عندهم اي ار وبي ار ايجابي، يعني لقوا ناس كتير من الناس اللي عندهم اي ار وبي ار ايجابي ممكن يكونوا هيرتو لو اللي هو موجب 1 او موجب 2 اقرب الى السلبية، اللي هو ناس عندهم هيرتو ولكن مش بقدر كبير. لكن الثلاثي السلبي كان صعب ان هم يلاقوا فيه بقى الهيرتو لو ده، يعني ساعات ممكن يطلع بوزيتيف، يعني ساعات نلاقي ثلاثي سلبي ساعات نلاقي اسف اي ار وبي ار هرمونات سلبيه وهيرتو بوزيتيف دي موجوده. لكن قالوا ان اللي هو الاي ار والبي ار نيجاتيف مع لو هيرتو قليلين، يعني الثلاثي السلبي اللي هو اي ار وبي ار وهيرتو نيجاتيف دول موجودين طبعا وموجودين بنسبه محترمه،
لقوا كمان ان الاي ار والبي ار النيجاتيف مع هير 2 بوزيتيف دول برضو موجودين بنسبه محترمه، ولكن الاي ار والبي ار النيجاتيف مع الهير 2 اللو ده لقوه انه موجود ولكن مش بنسبه كبيره، ولكن لقوهم موجودين مش بنسبه كبيره لكن موجودين، لان برضو الثلاثي السلبي ده اصلا الخلايا نفسها البيزل لايك والخلايا نفسها بيبقى ليها شكل معين كده، بتبقى اكثر شيوعا اللي هي بتبقى ثلاثي سلبي، يعني اسمها الخلايا الصلعاء اللي ما بيبقاش عليها اي ريسبتورز اصلا. اما زي ما قلنا الاي ار والبي ار السلبي معاهم هير 2 دي فئه قليله اللي لقوا معاها اللو هير 2. طيب في برضه فئه تانية اللي هي اي ار وبي ار بقى ايجابي ومعاهم برضه لو هير 2 اللي هو سكور 1 يا سكور 2 منخفض. الناس دي عمل عليهم تجربه سريريه وادوهم الكيماوي العلاج الكيماوي من اختيار الطبيب، ايا كان اختيار الطبيب للعلاج الكيماوي ايه في المرحله الرابعه، لانها التجربه دي قامت على المرحله الرابعه من اورام الثدي اللي هي ورم الثدي المنتشر. عملوا تجربة سريرية قارنوا ما بين الناس اللي خدت كيماوي والناس اللي خدت الانهيرتيو اللي هو الدواء اللي بيشتغل على ريسبتور الهيرتو، ولو استفادة كبيرة في البروجريشن فري سيرفايفل وكمان الاوفرول سيرفايفل، يعني لقوا في استفادة كبيرة في ان المرض يبدأ يتطور، يعني المرض خد وقت اطول عشان يتطور والورم والمريض نفسه عاش مدة اطول عن اللي عاشها مع الكيماوي فقط. البروجريشن فري سيرفايفل او اللي هو المرض اتاخر بطريقه قد ايه، اتاخر ب 50% ودي نسبه تعتبر كبيره نسبيا، لدرجه ان العلاج على طول خد اف دي ابروفال، يعني خد موافقه منظمه الغذاء والدواء الامريكيه لان هو يستخدم في الاورام الثدي من المرحله الرابعه، سواء كان المستقبلات الهرمونيه ايجابيه او سلبيه ومعاها لو هير 2. وقلنا يعني ايه لو هير 2؟ يعني يا موجب واحد يا اتنين اقرب الى السلبية كمان، لان لو اتنين اقرب الى الايجابية اقرب الى تلاتة، وتلاتة دول خلاص هيرتو موجب، دول الترايلز بتاعتها موجودة من زمان وحكاية ان هم هيستفيدوا من الانتي هيرتو دي مثبتة من زمان ومية مية وستلد وكل حاجة. اما ان المعينين دول يستفيدوا من الانتي هير 2 اللي هو الانهيرتيو على مستوى البروجريشن في سيرفايفل، ان المريض يفضل فتره اطول لغايه ما الورم يتطور، وكمان الاوفرول سيرفايفل اللي هي العمر بتاع المريض ككل، فده كان انجاز او اكتشاف جديد لسه ظاهر للنور قريب، الدواء لسه واخد الابروفال بتاعه قريب جدا، وتقريبا لسه ممكن ما نلاقيش حد بدا يستخدمه في العيادات او المؤسسات العلاجيه الحكوميه او غير الحكوميه، وهيبدا استخدامه بناء على التجربه السريريه دي في العيانين اللي احنا زي ما قلنا عليهم اللي هم اسمهم لو هيرتو بوزيتيف اللي هم ميتاستاتيك اي من المرحله الرابعه. طب هل ممكن العلاج ده يبدا يعالج الناس كعلاج وقائي او كعلاج ما قبل العمليه للمرضى اللي هم عندهم برضه بريست كانسر اللي عندهم ورم في الثدي وعندهم سكور واحد او اتنين قريب للسلبيه، ولكن بقى المرض مش منتشر، يعني مراحل مبكره، مراحل اولى وثانيه وثالثه او مراحل متقدمه وهتاخد علاج قبل العمليه، هل هيستفيدوا من الانهيرتيو ولا لا؟ هل هيستفيدوا لو هم له هير 2 يستفيدوا من الانتي هير 2 ولا لا؟ ده هيظهر لسه في التجارب السريريه اللي جايه في الشهور اللي جايه، لان برضو لسه في تجارب لسه اونجوينج، يعني لسه شغاله عشان نقيس مدى استفاده الفئات دي من الانهيرتو او العلاج ان احنا ندي انتي هيرتو في ناس عندهم سكور يا اما 1 يا اما بوزيتيف 2 قريب للسلبيه. ولكن قبل هذه الترايل او قبل هذه التجربه السريريه كان سكور 1 او سكور 2 قريب للسلبيه كان بيعامل معامله السلبي اللي هو صفر وكان لا يتلقى اي علاج موجه. دي بشرة طبعا جديدة، امل جديد، فايدة جديدة من علاج جديد بيستخدم لفئة مش كبيرة قوي من المرضى ولكنها موجودة، ولكن الحمد لله استفدت على مستوى كبير، 50% في البروجريشن في سيرفايفل وكمان في اوفرول سيرفايفل، ده يعتبر انجاز كويس. كل يوم ان شاء الله يظهر جديد وكل يوم في جديد، ويا رب يديكم الصحة والعافية دايما ويبعد عنكم كل شر.